اعلم بيه في قناة شرح لي. اعرف مرتبك الجديد بعد الزيادة بالأرقام لجميع الدرجات الوظيفية وموعد الصرف، ودي بشرى سارة طبعا لجميع العاملين بالدولة. بعد حزمة الزيادات والحاجات اللي قررتها الدولة، وذلك لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وكذلك ارتفاع نسبة التضخم، يمكن لأي موظف والجهاز الإداري للدولة التعرف على المرتب بالدرجات بعد الزيادة الجديدة. والنهاردة بنوضح لكم حساب جميع الدرجات والزيادات بعد إضافة الزيادة إلى الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو المكمل للمخاطبين بقوانين خاصة. واللي هنقوله لكم ده بعد إضافة العلاوة الدورية. العلاوة الدورية التي أقرتها الدولة من قبل في شهر يوليو الماضي، والتي تم صرفها في شهر أبريل 2023. وحسب تصريحات وزير المالية أول أمس الدكتور محمد معيط، فإن عدد المستفيدين من القرار حوالي 4.5 مليون موظف. 4.5 مليون موظف دولت تشهد مرتباتهم الزيادة التي أقرتها الدولة مع بداية شهر أكتوبر المقبل. والنهاردة هنعرض لحضراتكم جميع الدرجات الوظيفية، وده بعد الزيادة إن شاء الله. خليكم معانا في التفاصيل. واحد، أما عن مرتب الدرجة السادسة في أكتوبر لا يقل عن 4045 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. نمرة 2، مرتب الدرجة الخامسة في أكتوبر إن شاء الله لا يقل عن 4836 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. نمرة 3، وزي ما هو قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، مرتب الدرجة موظف الدرجة الرابعة في أكتوبر المقبل لا يقل عن 5093 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. نمرة 4، مرتب موظف الدرجة الثالثة في أكتوبر المقبل لا يقل عن 5650 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. نمرة 5، مرتب الدرجة الثانية في أكتوبر المقبل إن شاء الله لا يقل عن 5864 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. سادس نقطة معانا، مرتب الدرجة الأولى في أكتوبر المقبل إن شاء الله مش هيقل عن 6564 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. سابع نقطة معانا، مرتب موظف على درجة مدير عام في أكتوبر إن شاء الله أكتوبر المقبل مش هيقل عن 7212 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية بتاعته. نمرة 8، مرتب الموظف الذي على الدرجة العليا كبير في الدرجة العالية كبير في أكتوبر المقبل إن شاء الله مش هيقل عن 8508 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. تاسع نقطة معانا، زي ما قدام حضراتكم، مرتبات من هم على الدرجة الممتازة في أكتوبر المقبل إن شاء الله مش هتقل عن 11100 جنيه بل تزيد حسب الأقدمية. النقطة 10، مرتب الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير في أكتوبر المقبل إن شاء الله مش هيقل عن 6720 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. النقطة رقم 11، مرتب الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه في أكتوبر المقبل، احنا قلنا اللي قبل كده كانت على درجة الماجستير، يعني اللي هي النمرة 10 دي، مرتب الموظفين الحاصلين على درجة الماجستير في أكتوبر المقبل زي ما بنقول بأنه هيعيدها تاني مش هيقل عن 6720 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. دي النقطة رقم 10، دي اللي هي بتاع درجة الماجستير. طيب النقطة رقم 11 بتاع اللي حصلوا على الدكتوراه، مرتب الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه في أكتوبر المقبل لا يقل إن شاء الله مش هيقل عن 7790 جنيه بل يزيد حسب الأقدمية. طبعا اللي احنا قلناه ده لحضراتكم ده الزيادات اللي احنا قلناها بالنسبة للموظفين. طبعا دي حزمة القرارات اللي قالت عليها الحكومة رئيس الجمهورية، وإن شاء الله المفروض إنه هيتم التطبيق من شهر أكتوبر إن شاء الله. أما عن موضوع الصرف
فسيكون ان شاء الله مع مرتبات نوفمبر، وما كانوا بيقولوا ممكن مع مرتبات 10، بس انا اعتقد ان موضوع الصرف ده بعد ما يقر الكلام ده يقول، لان في اجراءات لازم تتخذ، هيتم الصرف مع مرتبات شهر نوفمبر 11 20 23، لان القوانين دي يا جماعه لازم تتعرض الاول على مجلس النواب عشان يناقشها، واللي هيبدا اولى جلساته ان شاء الله اول اكتوبر. فضلنا بعد كده ذات مرتبات من خلال حد الاعفاء الضريبي، وان شاء الله ده هنعمل لكم برضو ليه فيديو خاص ان شاء الله، انتظرونا، وربنا ان شاء الله كده يوفق الجميع ويكرم الجميع، وان شاء الله كده تصرفوا الفلوس دي في سرور وسعادة، ونتمنى الدنيا برضو تظبط اكتر من كده ان شاء الله، علشان يعني الاسعار والتضخم والكلام ده. نتمنى كل الخير للجميع، الف مبروك لجميع الموظفين. يعني برضو على يعني برضو يعني برضو برضو حاجة برضو اللي تساعد برضو في موضوع الغلاء والتضخم دوت، وربنا يكرم الجميع، وان شاء الله ربنا يعني يصلح الحال كده ان شاء الله، وربنا يعني كده يكرمنا جميعا، والاسعار يعني يتم السيطرة عليها، وموضوع التضخم دوت، والحالة برضو يعني تبقى مظبوطة اكتر من كده ان شاء الله. بكده نكون عرضنا لحضراتكم الفيديو المهم بالنسبه للزيادات بتاعه المرتبات للموظفين، نتمنى لكم كل خير ان شاء الله، انتظرونا في يعني فيديوهات تانية برضو عن برضو متابعه اقرار يعني اضافه الزيادات ديت، وانتظرونا برضو في بالنسبه لحبايبنا واخواتنا وابهاتنا اصحاب المعاشات، في فيديو برضو خاص ليهم برضو هينزل برضو يعني قريب ان شاء الله، برضو برضو يحسب لهم كل حاجه. وما تنسوش حضراتكم وحضراتكم تشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك والشير. اللايك يا جماعة مش هيغرمك حاجة، بل بالعكس هيخلي الفيديو يطفي محركات البحث، وتكون انت سبب في ان غيرك يعرف يدخل او يعني يلاقي الفيديو بسهولة، عشان يعرف برضو تفاصيل مرتبه او معاشه، فبنوعك برضو ثواب، وبرضو بتاخد حسنات ميزان حسناتك. لايك كتير وشير يا جماعة، وان شاء الله ما تنسوش تضغطوا زر الجرس اول اختيار اول عشان اصل كل جديد. اشوفكم على خير.